بدء العطلة المدرسية وارتفاع درجات الحرارة في دبي، يبحث الآباء عن الأنشطة الداخلية الممتعة. هذا هو متحف الأوهام في السيف بدبي، معرض داخلي ثلاثي الأبعاد مليء بالخدع البصرية والتجارب الحسية، من غرف مقاومة الجاذبية إلى نفق لا متناهل وطاولة استنساخ. تبتكر العائلات وتفكر بطرق إبداعية لإبقاء أطفالهم هادئين ويستمتعون طوال الصيف. عبر المدينة توجد وجهة نشاط شهيرة أخرى على مدار العام، أولي أولي. يحتوي مركز المغامرات التفاعلية على أكثر من 40 معرضاً مستوحاً من أعمال الفنانين والمعلمين وعلماء نفس التنمية. يمكن للأطفال اللعب بكل العناصر بطريقة مرحة وجذابة. عائلة المسلم غالباً ما تبحث عن أنشطة لجميع أفراد العائلة. هناك الكثير من الأماكن في دبي للذهاب إليها. بالنسبة للأطفال الصغار مثلاً، توجد هنا منطقة لعب لطيفة، لكن بالنسبة للأطفال الآخرين الأكبر، أذهب إلى دبي مول. توجد حلبة تزلج على الجليد، يحبون التزلج، أو نذهب إلى دبي أكواريوم أو كيدزانيا، شيء مذهل. ما أحبه حقاً هو أنه يمكنك التنزه، مجرد المشي قليلاً وتناول الغداء والمرح. لكن الاختبار الحقيقي هو مدى استمتاع الأطفال. أحب كل شيء حتى الآن. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها. يمكنك اللعب بالماء وبالهواء، ويمكنك أن تقوم بهذا. قد ترغب في التأرجح واللعب، وهناك يمكنك الاستمتاع بالركض والقفز والقيام بكل تلك الأشياء. الآن أحب أن أستمتع. يوجد بالمدينة الآلاف من الأنشطة التي يمكنك القيام بها طوال فصل الصيف، من الحدائق المائية إلى رحلات الاستكشافية في المزرعة ومراكز اللعب والمتاحف الداخلية. مع اقتراب العطلة، التحدي الذي يواجه الآباء هو العثور على أنشطة ميسورة التكلفة. تطبيق كيدزاب يوفر هذا الغرض. هناك العديد من الأنشطة العائلية الرائعة التي يمكنك القيام بها في الإمارات. إنه مكان رائع حقاً. المشكلة الوحيدة هي اختيار المكان الذي تذهب إليه، وهذا ما يمكن إيجاده في كيدزاب. بغض النظر عما تبحث عنه في الداخل أو في الهواء الطلق أو في معسكر، تريد أن تترك أطفالك فيه ليوم واحد أو شيء نطاط أو نشط أو نشاط تعليمي. كل شيء موجود على منصة كيدزاب. أفضل ما في الأمر هو سهولة التخصيص والاختيار والعثور على ما تريده بالضبط. الميزة التي أحب الآباء استخدام هذا الصيف هي الأماكن المغلقة. الأمر لا يقتصر على مساعدة الآباء في العثور على جميع الأنشطة المناسبة. هناك أماكن رائعة وأفكار إبداعية للشركات الصغيرة التي قد تكافح لوصول المستهلكين إليها. إننا نساعدها على طرح أفكارها هناك. من أكثر الأشياء المخصصة المعروضة حسب الطلب هيلو كيتي سبا، حيث يمكن للأطفال أن يستضيفوا حفلات أعياد الميلاد، وحيث تتحقق أحلامهم المدللة. أعجبني هذا، أصبح شعري لمعاً وتلمعت أظافري. أصبح شعري جميلاً جداً وأظافري أيضاً. حصلت على شعر جميل وأظافر جميلة. لكن ليست كل الأنشطة في المدينة باهظة الثمن. تقول عائلة مسلم إن أحد الأشياء المفضلة لديها على مدار السنة مجاني. أحب اللعب على الشاطئ والبحث عن سرطان البحر والأصداف. أحاول ركوب الأمواج، وإذا وقعت أحاول مجدداً. الشاطئ أفضل مكان للبقاء مع العائلة طوال العام. نذهب إلى الماء ونلعب على الرمال. إنه شيء مذهل، نحب ذلك. إنه هادئ ومريح ومتوفر. إنه مكان أنيق وفيه مراحيض وحمامات ورجال إنقاذ، لذا إنه مكان جيد للذهاب إليه حقاً. يظهر أنه أحياناً يمكن لأبسط الأيام أن تخلق أفضل الذكريات.